بودكاست سكاي نيوز عربية. المدافع الصامت. والمدافع الصامت هو اسم أضخم مناورة للناتو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 31 دولة ومعهم السويد تجري مناورات، 10,000 من الجنود، سفن حربية ومدمرات وفرقاطات، حاملات طائرات ودبابات وحاملات جنود، مناطق جغرافية مختلفة ومحاكاة اندلاع حرب عالمية ثالثة. طبعا الهدف الواضح هو روسيا، حتى وإن لم تذكرها بيانات نيتو صراحة. اللافت أن المدافع الصامد لم تأتي فقط في الذكرى 75 لتأسيس النيتو، لكنها أيضا توافق الذكرى 40 لمناورة أخرى كادت أن تتحول لحرب حقيقية بين الغرب والاتحاد السوفيتي، والسبب كان خطأ مخابراتيا. مناورة كان يجريها النيتو، لكن السوفيت اعتقدوا بالخطأ أنها تحركات حقيقية يقوم بها الغرب ضدهم، فوجهوا صواريخهم النووية تجاه المدن الغربية، فاعتقد الغرب أن السوفيت بصدد الهجوم. أهلا بكم، أنا عمرو جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية. في سنة 1983 كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والمعسكر الغربي من جهة والاتحاد السوفيتي من جهة أخرى في واحدة من أسوأ حالاتها. تخيل أن ذلك كان قبل 8 سنوات فقط من انهيار الاتحاد السوفيتي، لكن في ذلك الوقت كانت الحرب الباردة في واحدة من أسوأ الفترات. لماذا؟ لأنه قبل شهور قليلة من الحادثة التي سنتحدث عنها اليوم، وصف الرئيس الأمريكي رونالد ريغان الاتحاد السوفيتي بإمبراطورية الشر، حتى إن الخطاب الذي ألقاه ريغان أصبح يعرف للآن بخطاب إمبراطورية الشر. رفض ريغان في خطابه فكرة أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مسؤولان بالتساوي عن الحرب الباردة أو السباق النووي، واعتبر أن الصراع هو بالأساس بين الخير الذي تمثله الولايات المتحدة طبعا من وجهة نظر ريغان والشر، وعلى المستوى العسكري كان التوتر بنفس المستوى إن لم يكن أكثر. القادة العسكريون كانت أصابعهم دوما على الزناد، وفي ذلك العام تحديدا تكررت الحوادث الكارثية. في سبتمبر 83 أسقط السوفيت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الكورية، وقتل فيها 270 شخصا تقريبا. كانت الطائرة متجهة من مطار جون كينيدي في الولايات المتحدة إلى سيول في كوريا الجنوبية، ولكن لخطأ ملاحي أو هكذا قال الغرب ضلت الطائرة طريقها واقتربت من منطقة جوية سوفيتية محظورة قرب جزيرة سخالين في بحر اليابان. واعتقد السوفيت أن الغرب تعمد استفزازه أو أراد اختبار الدفاعات السوفيتية فأسقطوا الطائرة. طبعا زاد ذلك من التوتر بين الاتحاد السوفيتي والغرب، التوتر الذي كان موجودا بالفعل وفي ازدياد في لعبة أعصاب قاتلة للاستفزاز المتبادل. كانت مقاتلات الناتو مثلا تقوم بطلعات دورية وتقترب بشدة من الأجواء السوفيتية، ترصدهم الرادارات وتتأهب الدفاعات الجوية وتعطي أوامر فورية للطائرين السوفيت ولمنظومات الصواريخ بالاستعداد لإطلاق النيران والاشتباك، وفي اللحظة الأخيرة تعود المقاتلات الغربية بدون أن تخترق الأجواء السوفيتية، وكانت تحرشات مماثلة تحدث من السوفيت. ومع هذا التوتر الدائم والأعصاب المشدودة تختلف الحسابات، حسابات الجنرالات يضعون في حسبانهم أن هذه المرة قد يكون الهجوم حقيقياً، أو أن طياراً قد يفقد أعصابه تحت الضغط العصبي الهائل، وبدلاً من العودة ينفذ هجوماً انتحارياً ضد الطرف الآخر. كانت تلك أجواء 1983، وفي ظل هذه الأجواء قرر الناتو إجراء مناورة عسكرية تحمل اسم ضفدع الخريف. بالمناسبة استوقفتني أسماء المناورات لدرجة أني أفكر بعمل حلقة عنها، فاخبروني بآرائكم إن كنتم ستهتمون بسماع مثل هذه الحلقة أو لا، كما أرجو منكم أن تخبروني بآرائكم في الحلقات وتقيموها من خلال تقييم البرنامج على منصات البودكاست المختلف. المهم أن ضفدع الخريف شارك فيه 10,000 من جنود الناتو في مختلف أنحاء ما كان يعرف في ذلك الوقت بأوروبا الغربية. طيب يتوقف الناتو عند ذلك الحد؟ لا، قرر الناتو إجراء محاكاة نووية تحمل اسم إيبل أرشر،
وتتخيل هجوماً نووياً والتعامل معه. تبدأ المحاكاة بافتراض قيام حرب في منطقة الشرق الأوسط. محظوظة هذه المنطقة حتى في المحاكاة الافتراضية. المهم أن الحرب بحسب المحاكاة تؤثر على إمدادات النفط المتجهة للاتحاد السوفيتي، وفي نفس الوقت تتخذ يوغوسلافيا التي كانت في ذلك الوقت ضمن دول عدم الانحياز قراراً بالانضمام للمعسكر الغربي. بحسب المحاكاة يؤدي ذلك إلى غزو سوفيتي ليوغوسلافيا ثم لدول إسكندنافية لإجبار الناتو على التراجع عن حدوده. ومع وجود أفضلية في العدد والتسليح التقليدي في أوروبا للجانب السوفيتي، تتراجع قوات الناتو ويفقد مساحات كبيرة من الأراضي وبسرعة. وكحل أخير لإيقاف السوفيت، يطلق الناتو صاروخاً نووياً يستهدف مدينة بعينها كتحذير شديد اللهجة للسوفيت لوقف تحركاتهم. أي مدينة تتوقعون؟ كييف، عاصمة أوكرانيا التي تحاربها روسيا الآن. ولمن استمع إلى حلقة أوكرانيا درع روسيا ونقطة ضعفها سيفهم لماذا اختار الغرب ضرب كييف تحديداً في هذه المحاكاة. المهم أن نيتو وبحسب المحاكاة أطلق الصاروخ النووي بهدف إخافة السوفيت وإعلامه بأن الغرب على استعداد لتصعيد الحرب، متوقعاً أن ذلك سيؤدي إلى تراجع السوفيت. لكن المحاكاة أظهرت أن ما سيحدث هو العكس تماماً، وأن السوفيت سيردون بصواريخ نووية مماثلة لتندلع حرب عالمية نووية تقضي على الأخضر واليابس. وهكذا بينما كان نحو 100 ضابط من كبار قادة الجيوش في الناتو يغادرون مقر الحلف في بروكسل بعد نهاية المحاكاة يهنئون بعضهم على نجاح المحاكاة وتقديم التقارير للقادة السياسيين لنزع فتيل حرب نووية، كان الاتحاد السوفيتي يتأهب للحرب النووية. لماذا؟ لما بدأ الناتو مناورات ضفدع الخريف، سخر السوفيت كل جواسيسه وأقماره الصناعية لجمع كل المعلومات، عدد القوات، نوعيتها، تحركاتها، وأماكن انتشارها والأسلحة المستخدمة. ثم نقل الجواسيس السوفيت أنباء عن تحركات أخرى أكثر خطورة وسرية، اجتماعات لقادة الجيوش الغربية لبحث ضربة نووية. قادة الناتو كانوا يجرون محاكاة، لكن السوفيت فشلوا في معرفة أن ما يدور هو مجرد محاكاة، ورجحوا أنهم يجرون استعدادات حقيقية. فجاءت تقارير جواسيس السوفيت تفيد بأن الغرب يستعد لتوجيه ضربة نووية استباقية للاتحاد السوفيتي. تذكر الأجواء التي سبقت هذه المناورة. طبعاً قرر السوفيت اتخاذ كل الإجراءات التي تمكنهم من استيعاب الضربة النووية الأولى، حماية الأسلحة والجيوش، التجديد على إجراءات الدفاع المدني وتقليل الخسائر بقدر الإمكان، ألغوا طلعات جوية كانت مقررة وأبقوا الطائرات في مرابدها، نقلوا صواريخهم النووية لتكون جاهزة للنشر، وحددوا المدن الغربية ذات الأولوية التي سيتم قصفها، ورجعوا إجراءات الدفاع المدني. طبعا كل هذه التحركات للسوفيت رصدتها الأعين الغربية أيضا، وعرفوا أن الصواريخ النووية السوفيتية أصبحت موجهة إليهم، فاعتقدوا أن السوفيت على وشك القيام بهجوم نووي استباقي ردا على مناورات ضفدع الخريف. في تقرير أعده المجلس الاستشاري للاستخبارات الخارجية الأمريكية في عام 1990 وحمل عنوان فزع السوفيت من الحرب، تبين أن السوفيت كانوا على اقتناع بأن إيبل آرشر 83 لم تكن مجرد محاكاة، بل كانت ستاراً لضربة أولى نووية فعلية، واستعدوا للرد والانتقام. قال التقرير إن القادة السوفيت وجدوا صعوبة حقيقية في التمييز بين التدريبات والهجمات الفعلية، وإن القادة الغربيين هم أيضاً لم يدركوا المخاطر المترتبة على إجراء تدريب عسكري يحاكي شن ضربة نووية. مع تصاعد حدة التوتر وتكثيف أجهزة المخابرات الغربية لعملها لمعرفة نوايا السوفيت، توصل الجواسيس الغربيون لأسباب التحركات السوفيتية، ورفعوا تقارير عاجلة للرئيس الأمريكي رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر. يقول التقرير إن ريغان وتاتشر شعر بالصدمة من أن السوفيت اعتقدوا فعلاً أن الغرب سيوجه إليهم ضربة نووية. وكان ذلك لحسن الحظ بداية لعدد من الإجراءات لخفض التوتر. بدأ الجانبان السوفيتي والأمريكي في وضع بروتوكولات خاصة للتواصل، ثم أبرموا سلسلة من المعاهدات الخاصة بالحد من الأسلحة.
تخيل أن سوء فهم كان يمكن أن يفضي إلى حرب نووية. في سنة 83 كاد فشل الجواسيس السوفيت في معرفة تفاصيل مناورة الناتو أن يؤدي لحرب حقيقية. لكن وكما فشل السوفيت، فشل الأمريكيون أيضا قبلهم في فترة الحرب الباردة، وفي الحقيقة أنه كان فشلا كبيرا انتهى بكارثة لهم. كان ذلك في سنة 61، عملية كوماندوس خاصة افتضح أمرها قبل أن تبدأ، وعندما تم إنزال قوات الكوماندوس وجدوا أنفسهم محاصرين. الأغرب أن الرئيس الأمريكي امتنع عن تقديم الدعم تحسبا من رد الفعل السوفيتي، لكن تلك حكاية أخرى من بداية الحكاية. بودكاست سكاي نيوز عربية.